جولة سلام وتوعية مرورية نارية في سور. رسالة محبة وسلام حملها عشرات الدراجين وسائقي السيارات الرياضية الموحدة إلى مدينة سور الجنوبية. وقام المشاركون من جمعية BMW Series 6 Club لبنان من كل الطوائف والمناطق اللبنانية بجولة حول سارية أطول علم في لبنان عند الكورنيش الشمالي في المدينة، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء بلدية سور وشرطتها التي تولت تنظيم دخول الدراجين. إن شاء الله بنقدر نقدم دائما أكشن، بنقدر نعمل شيء للوطن. أنا نجي اليوم لتوعية الشباب والعالم على أساس كل شيء خاصة بالسرعة وهيك، لأنه في رخص كلنا نسيب. البنات انه ما يخافوا، والمجتمع عندنا كثير زبوره، لا البنات فيها تسوق موتور، فيها تمشي مع الشباب، فيها تنبسط، وبالنهايه كلهم يعني اخوه مع بعض. ولفت منسق الجمعية محمود ناصر إلى أن الدراجين والسائقين قد اختاروا مدينة سور من خلفية تاريخ هذه المدينة ورمزية التعايش فيها.